اهلا بونسوار بونسوار. كيفك متيو؟ كيفك؟ اهلا وسهلا. ماشي الحال؟ يا اهلا تفضلوا تفضلوا. بونسوار. اهلا بونسوار. نحن جايين كرمال انا نحن جايين كرمال نقدم على الصغر. انا صفت انه انتم طالبين كتير معي. طيب يا اختي طيب انت معي. انا صفت انكم طالبين موظفين فزيد انا وهيدا رفيقتي رولا رفيقتي رولا ايه وجايبين هذا السيفي تبعي ما حتتكلفي بالتفصيل عن حياتي عن شو عاملة عن شو دارسة عن هواياتي عن كل شيء كل شيء كل شيء. اثنيناتكم بدكم تشتغلوا عنا هون؟ مزبوط ايه انا وهيدا السيفي تبعولي هي تحت هون بس هي حرام يعني ما دارسة جامعة. هذا السيفي؟ ما عندها كثير اختصاصات. فيك تتفرج شوي؟ ايه بتفرج شوي. نعم شو عاملة دوموزيل؟ مخرجة إدارة أعمال. اها نعم وعندي كثير اكسبيرينس بالحياه كمان كما وانه يعني عندي كثير هوايات بحب الدانس ايوه ايه وبحب بلحق الفراسات وعندي روح النكته كمان وكمان انا مسروع ممثله مشهوره بس بتواضع يعني. شو اسمك دوموزيل؟ زميلي. لا عم بحكي مع دوموزيل. رولا. يا اهلا رولا. هلا فيك انت هلا بشوف اسمك هون محطوط مقيد كل شيء زميلي عم بقول لك زميلي. كمان بتحبي تشتغلي عنا؟ يا ريت. هلا انا اذا بوسيبل اني الاقي وظيفه يعني بس بصراحه ما كثير يعني ما فتت على جامعه خلصت مدرسه وبس ما قدرت كفي بك يعني اعرف كيف انه مش دارسه صراحه نحن بدنا يعني ناس وانتم اثنيناتكم بدي اعتبركم صرتوا معنا. اهلا وسهلا فيكم. أنا صرت معكم؟ أنا كمان لا؟ طبعاً بس لو درسي أكثر كنت أكيد البوست تبعك أهم من هيك بكثير لأنه الدرس كثير مهم يا رولا. لكن بالنسبة لإلك فكر يعني بس مثل نعم تفضل مش مهم بالنسبة لإلها. أنا بالنسبة لإلها شفت السي في خليته على جنب ما بهمني كثير يعني لأنه البوست تبعها هلا بدك شو بس أنت بدي شوف البوست تبعها. لك البوست تبعك رح يكون علاقات عامة مديرة العلاقات العامة ورح مديرة العلاقات العامة مديرة هيك فرض فوق عندها طمعها ما معها تصير تعملها مديرة. شو بلقد شو فرقاني معك انت شو انت اللي عم تدفعي؟ لا بس انه اذا هي بلا علم يعني مديرة لازم تنبسطي لها لصاحبتك عن جد صح بس انه مديرة ومركزك معنا هون بالمكتب مباشرة رح كون على اتصال معك كل الوقت. ثانك يو. شو قلتي لي اسمك فريدة؟ جميل فريدة صار اسمي لبسها مش غلط كمان رح تشتغلي معنا بتعرفي وين؟ وين؟ تبعي هلا بغرفة المراقبة. واو غرفة المراقبة؟ نحن بالاوتيل هون بتعرفي انه نحن عندنا مثل سيستم مراقبة أمني يعني أمنيا بدك تراقبي كل شيء، يعني كل شيء كل زوايا الاوتيل بكون عندك. أنا براقبهم كلهم. إيه عندك الشاشات كلهم قدامي بتتفرجي على كل شيء وبتشوفي كل شيء. كل العالم. كل العالم بتشوفيهم. واو ايه بس انه انا لانه بحب العالم بحب شوف العالم وهيك بس شفتي بشوف كل العالم ايه بس انت بتشوفيهم بس هني ما بيشوفوكي بس هني ما ليه هني ما بيشوفوني؟ وكلين انه ما فيهم يشوفوكي معقول يشوفوكي؟ ايه انه هون اوتيل يعني اذا شافوكي يعني باي باي. نحن بدنا راكب من غايمه بالاوتيل ما تاخذيني يعني ما بدنا نكشحهم كمان صار اذا شافوني كشحهم فبات انت فقابل ترلل انت مخوار لا لا فبات انت فانت صفوني يعني لا 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 هي مديرة ولا تقوم انت من بس مش دخل